يلا اهلا وسهلا متابعينا الاعزاء، اسعد الله صباحكم. اليوم عاملين لكم اكثر من صنف راح نستخدم فيهم الليمون والثوم. اول صنف اللي راح اعمله اللي هو ستيك اللحمه. جبت انا زي صينيه هيك قليت فيها شويه بطاطا، وعندي شرحات الستيك اخذت من الروست بيف زي ما انتم شايفين، زي هاي الشرحات قطعتها خليت عليها الدهنه. بهاراتها بسيطه جدا، هسه راح نحكي لكم عليهم عشان تطبقوها. لحمة تقريبا نص سنتي قطعتها عشان ما تاخذ معنا استوى كثير، عشان تستوي معنا بسرعه. البهارات تاعتنا اللي هي عندنا زيت زيتون، وعندنا شوي من عصير الليمون، وعندنا ملح، وعندنا فلفل اسود، حط شوي من الزعتر، بدنا نحط معهم سنين ثوم. طبعا هاي الأكلة كثير طيبة، ويعني لا تعتبر هي ستيك، شرحات احنا بنحكي لها. راح نشتغلها على الفرن، تقدروا تسووها على الغاز او ايش اي طريقة انتم بتحبوها، بتشوفوها مناسبة لكم، انتم حرين. راح نقلب قطع اللحمة، ما حطينا بهارات كثير، في ناس بحطوا ورشستر وناس بحطوا ستيك صوص، احنا بدنا طعم اللحمة يضلوا لحمة، ما بدنا اياه يتغير. حتى البطاطا ما حطينا عليها اشي، راح تاخذ من البهارات تاعت اللحمة. شوفوا ما احلاها، الليمون مع الزيت خلى اللحمة لونها يصير فاتح اكثر. الطراوة تاعتها طبعا روعة زي ما انتم شايفين كيف تتفتفت، خليت الدهنة عشان تعطينا طعم طيب. راح نبلش نصفط الستيك على الصينية تاعتنا. ندخلهم على الفرن عشان يستووا، راح ياخذوا معنا تقريبا نص ساعة. طبعا راح نقلبهم على الجهتين احنا عشان يكون الاستواء تاعهم ممتاز ومناسب. حط حبة فطر هون زي ما انتم شايفين، هيك الشرحات صارت جاهزة عندي. حط شوي من الزعتر الأخضر، حط عرقين يعطونا طعم طيب، برضو هيك عصرة ليمون ما بتأثر تعطينا نكهة طيبة. زي ما شفنا راح ندخلها هاي على الفرن، تقريبا راح تاخذ معنا 25 ل 30 دقيقة. بتحبوا تقلبوها على الجهتين قلبوها، ما بتحبوا غطوها بقصدير بعدين اكشفوها تتحمر. الطبق الثاني واللي هو برضه فخاد دجاج بالليمون والكريمة، وحاطين فيها كم من نكهة، إن شاء الله أنهم يكونوا طيبين. جبنا فخاد دجاج سحبناهم من العظم، وإيش عملنا كمان؟ شلنا منهم الجلد، سحبناهم من العظم وشلنا منهم الجلد زي ما أنتم شايفين. هاي قطعة الفخاد الدجاج، هاي أخذنا التاي إحنا اللي هي القطعة مش الدرم السك الثانية. راح نحط ملح، راح نحط بابريكا مدخنة، راح نحط كيجن، فلفل أسود، تمام. راح نحط شوية زيت بالقلاية، راح نشتغلهم على طريقتين. أول شيء نقلي الدجاج بعدين نكمل طبيخ الخضار اللي راح نستخدمهم. ما بدي أحط عليها ولا أي شيء هون من السوائل، الليمون آخر إشي راح أضيفه، الكيجن معطينا ريحة طيبة، والبابريكا المدخنة برضه نفس الشيء راح أزودها شوي. شوفوا الفخدة ما أحلاها كيف صارت مغلفة بالبهارات، طبعا الدهنة تاعتها ما شلتها أبدا،
عشان تعطينا نكهة طيبة لما نقليها. صفت الدجاج، خلينا ننزل الدهن تاعته، بعدين نقلي فيها الفليفلة والبصلة والتومة والبندورة الكرزية عشان تضل النكهة موجودة عندي بالصينية. نشيل صحوننا. طبعا هاي الاكلات بناء على طلب السيد امين، عشان هو بحكي لي المره الماضيه عملنا شيء بالليمون، فحبينا نعمل هاي الاكلات بالليمون. طبعا تكمله الطبق راح يكون عندنا فليفله حلوه، راح يكون عندنا بصل، راح يكون عندنا بندوره شيري، وراح يكون عندنا سور كريم، وراح يكون عندنا كريمه وشوي من مرقه الدجاج عشان يتطبخوا مع بعض ويعطونا الطعم الطيب. تقدر تضيفوا اي نوع من الخضار انتوا بتحبوه. شوفوا الفخاد كيف لونها على السريع تغير. راح نعطيها اللمعة هاي تاعت الحرارة، بعدين نشيلهم على جنب نطبخ الخضار. بدها تقريبا هون عندنا دقيقة. تقدروا على طول تطبخوهم مع بعض وتتركوهم، بس انا بدي النكهات انها تتجانس اكثر عشان هيك. طبعا هاي الفخاد الدجاج زي ما انتم شايفينها بهاي التتبيله، بتضيفوا عليها شويه ليمون، بتعملوها بسندويش مع شويه ثوم او مايونيز، تطلع كثير كثير طيبه. نصيحه جربوها، الفخاد اطيب من الزدوره بالطبيخ بالنسبه الي يعني، بتضلها جوسي طريه. احنا هيك نشيلهم اللي استوى، نص استوى يعني تقريبا، بعدين بنكملهم طبيخ مع بعض. زي ما حكينا احنا بس بدنا نحط النكهات كلاتها بالقلاية عشان نطبخ الخضار. هسه على طول عندي بالزيتات هدول والبهارات اللي نزلت، نقلي فيهم البصله، نقلي فيهم الفليفله الحلوه، نقلي فيهم البندوره، ونحط شوي من الليمون عشان يعطينا الطعم الطيب. سنين من الثوم نهرسهم عليهم. زي ما انتم شايفين ما حطينا بهارات كثيرة احنا، بس اعتمدنا على النكهات الأصلية اللي هي من زيت الزيتون أو من الليمون. هسا بعد ما نخلص راح نضيف عليهم الكريمة ونحط عليهم الدجاج ونخليهم يتطبخوا، تقريبا راح ياخذوا معنا 10 12 دقيقة بكونوا جاهزين، والفقرة الثانية بنورجيكم الشكل النهائي بإذن الله. أهلا وسهلا متابعينا الأعزاء، رجعنا لكم من جديد. الأطباق ما شاء الله تقريبا صارت جاهزة، ضل عندي آخر طبق اللي هو الكفتة أو الكباب، راح أقليهم قلي ونحط عليهم برضه ليمون وثوم، بعطينا طعم كثير طيب. عندي هون نص كيلو لحمة من الخروف مفروم ناعم، حطينا عليها شوية بصل، شوية بقدونس قطعناهم خشنين بالسكينة عشان يضل الطعم موجود، وعندي فلفل أسود وعندي ملح ولا إشي تاني، ولا إشي تاني ولا أي نوع بهارات. تقدر بس تضيفوا إشي اللي هو الفلفل الحار. هدول قطع الستيك يا سيد أمين ما راح تأكل منهم ولا إشي، هدول إلي ولا توني ولا الست ريتا فقط لا غير، لا انت ولا راجي راح يقربوا عليهم. ايش راح نعمل فيهم احنا؟ راح نبلش قلي فيهم، شوي عفوا. راح نشويهم هيك ملح وفلفل وليمون وشويه ثوم. بجننوا. طبعا هذول عندي شويه فطر كانوا
ضفتهم انا وشويتهم. اقسم لكم بالله يا جماعه انه هشويه هالفطر هذول عشان الليمون والثوم وزيت الزيتون انهم اطيب من اللحمه. طلعوا بجننوا بجننوا. عندي الدجاج برضو زي ما انتم شايفين هون قرب يخلص. نقلب الكفتيات. راح نشكلهم اصابع، تقدروا تسووهم دوائر اللي انتم بتحبوا. احنا جاهزين. زي ما انتم شايفين عملت البصل خشن. عملت البصل خشن عشان يضل طعمه طيب. نقلب الستيك عشان ايش؟ ما ينشف معنا. شوف كيف وضعه. لسه شوي بده. بعدين نقلب. نعملهم دوائر ونقليهم بالزيت على طول، ما باخذوا معنا وقت نهائيا. زي ما انتم شايفين عندي الزيت انا حامي على طول. نقليهم، ما بنخليهم ينشفوا، حرام يعني، فيش داعي انهم ينشفوا عشانهم لحمات بشهوا. زي ما انتم شايفين هيك على قد حسب الطنجرة اللي عندكم او القلاية اللي بتستخدموها، توسع لها تقريبا 6-7 حبات. ونكمل الباقي بعدين، ما عندنا اي مشاكل. بدنا نشوف الستيك شو صار فيه يا جماعة، شو رأيكم شو صار بالستيك؟ يا سلام يا سلام. هدول خليهم، هدول عندنا زيت، قليناهم بالزيت يا أستاذي مش بالمي. كيف بدنا نسلقهم سلق؟ احنا نسلقهم سلق يا توني، وانا بحكي لهم كدول الي والك، بدك تخرب الدنيا بيني وبينك. نورجيكم صينية الشرحات، شو رايك يا توني فيها؟ شو رايك بالصينية قبل ما الفها؟ شو رايك بشكلها؟ عادية جدا، عادية. بتشك بقدراتي يعني صح؟ طيب شوف لي هاي، شوف لي الصينية هيك، شوف الأذكى إشي راح يكون موجود هون عندي. الله، أذكى إشي راح يكون موجود اللي هو البطاطا. ليش البطاطا؟ عشان ماخذة كل الطعم. عادية ماشي. عندي هون صينية الدجاج برضه بالليمون، خلصناها. شوفوا ما أحلاها. حطينا آخر إشي السور كريم عليها. طبعا هون بدنا نحط شوية زبدة على إيش؟ على صينية الشرحات. هدول ما بأخذوا معنا وقت أبدا. شوفوا حلاوة الدجاج ما أحلاه. بدي أورجيكم كيف قطعة الدجاج طلعت. طبعا طلع، شفتوا شايفين؟ بدي اطلع قطعه الدجاج، دابت والله دابت. الطعم تاعها راح يكون كثير طيب، كثير كثير طيب. حط شويه من البقدونس هون. نشوف عندي طابات او الكرات الكباب او الكفته اللي عملناهم، تقريبا راح ياخذوا معنا كمان دقيقه. هاي الأثناء أنا عندي هون شوية زبدة سيحتها، راح أحطها على شرحات اللحمة عشان تضلها محافظة على الطراوة تاعتها وتعطينا طعم طيب. بسم الله. هيك حطينا شوية زبدة، راح يطلع الطعم تاعها روعة. الأكل هذا شو بده؟ بده شوية ليمون ونعنع، فعصرنا الليمونات حطينا معهم شوية ثلجات، بس للأسف إنهم دابوا. راح نحط شوية نعنع ونضربهم على الخلاط عشان نروق أعصابنا. صار عندنا أطيب كاسة ليمون بنعناع. بسم الله.
لا هذا مش راح اصبه قدامكم عشان شكله الكارثه راح تصير هون عشان ملوش بعبوزه. بعد الهواء راح اصبه. شوفوا الكرات تاعت الكفته اعطوني ايش عم بدك اياني اعبيها هسه هون كلها عصير. انا خايف من امين يعملنا إشي اليوم كارثه فخلوا لي اياه بالاستديو جوا ولا اشوفه. الله يرضى عليكم. هدول الكفتيات ضايلهم تقريبا دقيقه بكونوا جاهزين. يا سلام يا سلام، ستيك بجنن بجنن والله بجنن. عندي هون اللي هي التتبيلة اللي راح نحطها على الكفتة، شوي من الثوم، ليمون، رشة ملح صغيرة. بتحبوا تحطوا سماق بيطلع كثير طيب معها، سماق بيطلع بجنن. هسا بنحط شوية سماق. عندي سنين ثلاثة من الثوم بأثروش لأنه الأكل اليوم ثوم وليمون فما تخاف. شوفوا لنا رشة سماق. أنا حاط السماق طارق، والله غير طارق ما حدا بضيعه. بدي أرجع أشوف امبارح استخدم السماق ولا لا، هسا بدي أقعد أدور عليه. الله يسامحك يا شيف طارق، بس أنا عارف إنك بتحب تخرب علي، أنا عارف. راجي دائما بحكي لك هيك. نقلب الليمون والثوم. يا سلام يا سلام. راح نكمل البقية، ما راح أسيبهم هدلاك، ما راح أسيبهم هدلاك أبدا. نحط شوية تتبيلة نشربها، زينهم شوية بقدونس. هاي طبعا كثير طيبة، تحطوا معها ايش؟ سنوبر. يا لطيف السنوبر، شو بكون معها؟ طعم بجنن. وين انا راح انتم؟ يا الله الاستيكات هدول ما اطيبهم، طلعوا هدول معنا من غير ريسبي من غير اشي، كانوا زيادة. شوفوا ما أحلاهم، شوفوا ما أرتبهم. طلع طلع طلع، ببكوا قاعدين، ببكوا ببكوا. هدول عملناهم بس ملح، نفس التتبيلة يا جماعة، ولا عملنا إشي زيادة، نفس التتبيلة. نأخذ عنا بورد، نظف الطاولة تاعتنا. شوف شو جهز منهم هدول. هاي جهزت الدهنة تاعتها، هاي اللي هون هاي معطيتها طعامة طيبة. الدهنة اللي هون شايفينها، هاي الدهنة هي اللي بتعطيها الطعم وبتخليها طرية جوسي. فعشان هيك أنا ما شلت الدهنة تاعتها أبدا، خليتها عليها. وهاي كمان جهزت. بضل عنا القطعتين هدول تاعون توني، ما بعرف كيف بحبهم، راح يحبهم مستويين ولا شوي نيين، هو حر. نكمل باقي الكفته مع بعض عشان حرام يروحوا والزيت سخن لساته. نكملهم طابات. طبعا انا واحد من الناس مش صحبه مع الستيك كثير، بس يعني بحبه نفس هذا الطعم، ما بحب المدخن او اطعمه ثانيه، لا خلاص انا هيك بحبه، ملح وفلفل، واذا كان في عندنا شويه ليمون ما بضرش زي هيك. بس هذا الطعم اذا انتم بتسووه بالبيت صدقا صدقا راح تبطلوا تساووا غير هيك، لانه الطعم طيب اللي احنا متعودين عليه. عرفتوا علي كيف بحكي لكم؟ احنا متعودين عليه. الشرحات هاي، الشرحات هاي قصة،
الشرحات هاي طبعا في ناس بحبوا ياكلوها بخبزه، في ناس بيحطوها من غير شيء، في ناس مع رز، ريتا مع رز بحطوها، هم حرين. بس احنا عملناها هيك. البطاطا هاي متشبعه بالاطعمه ودايبه دوب. هاي البطاطا، هاي البطاطا هي الطعم كامل تاع اللحمه وتاع الثوم وتاع الليمون وتاع الزيت. الستيكات هذول صاروا جاهزين. طلع لنا اخر قطعه برضه جاهزه. لازم انتم قبل ما تاكلوا الستيك تخلوه يرتاح شوي. ناخذ شوي من الزعتر. اخذنا من الثوم والليمون برضه كمان. بعطينا طعم طيب. هيك صحن الستيك هذا اللي ما له مكان كان صار جاهز، واحلى ما يكون. طلعت الوصفه كثير طيبه، الشرحات كثير حلوين، وزي ما حكيت لكم ما حطينا عليهم غير ملح وفلفل، شويه ثوم وليمون وزيت من الزيتون. نكمل قلي طابات الكفته. طبعا هاي الطابات الكفته بتقدر تعمل معها كمان اللي هو صحن اللبن، بنحط معاه شوية ثوم، بنحط معاه ملح رشة خفيفة، وبنحط معاه سماق، بعطينا طعم كثير طيب. طفي الغاز تاعنا. هدول تقريبا بدهم دقيقة بكونوا جاهزين. أنا لازمني شوكة هون، ليش؟ لأني أنا صراحة مشتهي، كله من غير شوكة، أنا مشتهي آكل الكفتة. وما بدي اياها تبرد صراحه، فاعذروني يعني لو سمحتوا. كثير طيبه، بنصحكم تعملوها. الوصفات كلها رائعه، الحموضه تاعتها بتشهي، حتى لو بتقدر تحطوا جنبها صحن تبوله بيطلع كثير روعه. ننتقل لزملائنا الاعزاء امين واحد بتكلم. صحه وبشفي سيدي، صحه وبشفي. على قلبك، على قلبك. صحه صحه يا شيف.